تفضل الشيخ. الله يحفظكم. فيها نقطة مهمة شيخ هيثم، أنت تتفق معي لا شك، وكل من يذهب إلى هذه الديار، ليس المهم أن يسلم من يسلم من أهل تلك الديار، أهم شيء المتابعة لهؤلاء الذين اهتدوا، المتابعة في تعليمهم دينهم وأساسيات هذا الدين من عقيدة وما يجب عليهم من العبادات ونحو ذلك. هذه الأمور تحتاج إلى دورات علمية للدعاة، ودورات علمية في من هم يوكلوا بالتواصل والتعامل مع هؤلاء الناس. هذا أمر مهم جدا، إضافة إلى ما في الحديث الشيخ، لو قاطعتك الله يرحم والديك، في الحديث الشيخ في حديث معاذ رضي الله عنه قال ليكن أول ما تدعوهم إليه، فإنهم ما أجابوك فأعلمهم، يعني هذا معناه أنه جالس الله يعني ما غير منتقل، يعني ما يبقى ثلاثة أيام ويمشي وكذا. نعم، وبفضل الله وفق الله عز وجل عدد من الإخوة في إقامة دورات للدعاء، تطوير الدعاء، دورات أيضا في الذين يتواصلون مع القرى أيضا، حتى يجعل لهم برنامج يذهبون للقرية 5 أيام بالأسبوع، 400 ما شاء الله، أحيانا يومين يجلسون معهم يعني النهار كله ما شاء. أيضا أقيمت دورات خاصة لكل من اهتدى في القرية، جمع في أماكن ويوم كامل، وهي لهم ما يتيسر من الطعام، وتعلموا الفاتحة وبعض الأساسيات مما لا بد منها. الشاهد يعني المتابعة لا بد منها، صحيح، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، آمين، وأن يثبتنا وياه، آمين، اللهم آمين، اللهم سعيد آمين. جدا يعني الله يجزاه خير، والله احنا أسعد يا دكتور، الله يجزاه خير، يتقبل، الله يبارك فيك، اجعلكم بارك، حفظكم الله، الله يبارك فيك.